اتفق وزيرا الصناعة والتجارة والتعليم الفني والتدريب على ضرورة إقامة شراكات استراتيجية بين أجهزة الوزارتين بهدف المساهمة في توفير الأيدي العاملة المدربة ليس فقط للنشاط الصناعي وإنما لكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على حد سواء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب، بحضور السيد محمود الشربيني المدير التنفيذي لمجلس التدريب الصناعي، والدكتور صابر سليمان مستشار وزير التعليم الفني لشؤون الاتفاقيات الدولية. وقال عبد النور إن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الوزارة على تنسيق الجهود وتحقيق التكامل بين أجهزة الوزارتين، خاصة وأن وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تمتلك عدد من الأجهزة المعنية بالتدريب الفني والمهني مثل مصلحة الكفاية الإنتاجية ومجلس التدريب الصناعي، مشيرا في هذا الصدد إلى ترحيب الوزارة بنقل تبعية هذه الجهات إلى الوزارة الجديدة والتي تمثل الكيان الرسمي الوحيد للحكومة فيما يتعلق بعملية التدريب وتخريج العمالة الفنية. وأضاف عبد النور أنه تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع موسع يضم وزيري الصناعة والتعليم الفني مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية بهدف التعرف على احتياجات القطاع الصناعي من العمالة الفنية على المستوى الحالي والمستقبلي أيضا لإدراجه ضمن استراتيجية وزارة التعليم الفني والتدريب، لافتا إلى أهمية التنسيق مع جمعيات المستثمرين لتوفير فرص تدريب للعمالة الفنية داخل المصانع خلال سنوات الدراسة. وحول الشراكات القطاعية التي تتولى وزارة الصناعة الإشراف عليها، أوضح الوزير أن هذه الشراكات ستنقل تبعيتها أيضا لوزارة التعليم الفني والتدريب مطلع شهر يوليو المقبل. ومن جانبه أكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفني والتدريب المهني أن تلبية احتياجات قطاع الصناعة من العمالة الفنية المدربة يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، كما أوضح سيادته أنه اتفق مع وزير الصناعة والتجارة على مد وزارة التعليم الفني بالخريطة الصناعية التي تضم كافة المناطق والتجمعات الصناعية في مصر، وكذا أهم المشروعات المستقبلية بهدف تحديد احتياجات ونوعية التدريب والمدارس الفنية التي يمكن إنشاؤها في هذه المناطق خاصة في صعيد مصر، مع التركيز على المهن التي تحقق قيمة مضافة عالية خاصة المهن التراثية والحرفية والتي تجد رواجا كبيرا في هذه المنطقة بسبب توافد عدد كبير من السياحة إلى هذه المناطق الأثرية، هذا فضلا عن صناعة المناجم والمحاجر في ظل توجه وزارة الصناعة بإنشاء المشروع الطموح الذي يعرف باسم المثلث الذهبي.